هنبدأ نشرح ما هو تركيب الذرة. الذرة بتتركب من نواة ويدور حولها الإلكترونات. لو جينا نشوف مع بعض فين مكان النواة، هنلاقي إن النواة هي الجزء ده، والإلكترونات موجودة هنا وبتدور حول النواة. مما تتكون النواة؟ النواة تتكون من نيترونات وبروتونات. نلاحظ إن النيترونات شحنتها متعادلة، أما البروتونات فلها شحنة موجبة. ما معنى إن النيترونات شحنتها متعادلة؟ أي أن النيترونات ليس لها شحنة، النيترونات ليس لها شحنة، أما البروتونات تحمل شحنة موجبة. لو لاحظنا هنا هنلاقي اللي مشاور عليه باللون الأزرق هي دي البروتونات الموجبة، أما النيترونات اللي هي لونها أحمر دي يا أستاذ ليست لها شحنة. ده بالنسبة لتركيب النواة. أما الإلكترونات التي تدور حول النواة فهي تحمل شحنة سالبة. نلاحظ هنا إن الإلكترونات اللي لونها أخضر اللي بتدور حول النواة ديت شحنتها سالبة. وهنا يجي سؤال مهم جدا. إحنا لازم نلاحظ ونبقى فاهمين إن النيترونات بيرمز لها بالرمز إن موجب سالب، أما البروتونات بيرمز لها بالرمز بي موجب. الإلكترونات بيرمز لها بالرمز إي سالب. نلاحظ إن الذرة ككل تحتوي على بروتونات موجبة وتحتوي أيضًا على إلكترونات سالبة. وعدد البروتونات الموجبة، عدد البروتونات الموجبة هيساوي عدد الإلكترونات السالبة. إذًا الذرة ككل متعادلة الشحنة. يعني إيه متعادلة الشحنة؟ يعني عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة. وهنا نقدر نجيب سؤال علل ونضع سؤال علل بيقول علل الذرة متعادلة كهربائيا. الإجابة لأن عدد البروتونات الموجبة هيساوي عدد الإلكترونات السالبة. لاحظنا هنا إن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة. ثانيا هنبدأ نقول ماذا يحدث عندما تكتسب الذرة إلكترون أو تفقد الذرة إلكترون. هنلاحظ إن الذرة لما تكتسب إلكترون تصبح عدد الإلكترونات السالبة أكبر من عدد البروتونات الموجبة. بمعنى إن يا أستاذ لو فرضنا إن أنا عندي الإلكترون السالب هنا أهو كان عدده بيساوي البروتون الموجب، فعند اكتساب الذرة للإلكترون يزداد الإلكترونات أي يزداد عدد الشحنات السالبة، مما يؤدي إلى أن تصبح الذرة شحنتها سالب، لأن عدد الإلكترونات السالبة أصبح أكبر من عدد البروتونات الموجبة، وده واضح عندنا هنا إن الإلكترونات زادت باكتساب إلكترون، وبالتالي قلنا هتتحول الذرة وتصبح إلى أيون سالب. العكس يحدث عند العكس تماما يحدث عند اكتساب فقد الكترون. نلاحظ عند فقد الكترون تصبح عدد الالكترونات اقل من البروتونات، اي يقل عدد الالكترونات، مما يؤدي الى ان تصبح عدد البروتونات اكبر فتشحن الشحنه بالذره شحنه ايه؟ تشحن الذره شحنه موجبه. ده واضح عندنا هنا اهوت، لما تفقد الذره الالكترون تصبح عدد الالكترونات اقل، يعني البروتونات تصبح اكثر، البروتونات تصبح ايه؟ اكثر، وبالتالي تصبح الذره ايون موجب لزياده عدد الشحنات الموجبه. هنتكلم عن حاله الجسم، اما يكون جسم مشحون بناء على اللي احنا قلناه من شويه، اي ان الجسم ده فقد او اكتسب، او يكون جسم غير مشحون، اي الجسم دوت ما فقدش او ما اكتسبش. طب الجسم الغير مشحون نقدر نختصر ونقول ما دام الجسم غير مشحون يعني عدد الالكترونات البروتونات الموجبه يساوي عدد الالكترونات السالبه. اما الجسم المشحون نقول ان عدد البروتونات الموجبه لا يساوي عدد الالكترونات السالبه.
هنبدأ نقسم الجسم المشحون إلى، هنقسمه إلى جسم مشحون شحنة سالبة وجسم مشحون آخر شحنة موجبة. إحنا قلنا إمتى الشحن جسم سالب؟ نفتكر مع بعض، قلنا لما الجسم إيه؟ يكتسب إلكترون، ممتاز، لأن زيادة عدد الإلكترونات السالبة. وإمتى الجسم يتشحن شحنة موجبة؟ عندما يفقد إلكترون، مظبوط، لأن حدث نقص في عدد الإلكترونات السالبة، وبالتالي تصبح الجسم شحنته إيه؟ موجبة. هنيجي نسأل سؤال عن تتحول الذرة لأيون موجب عندما تفقد إلكترون أو أكثر. ليه يا أستاذ بتتحول الذرة لأيون موجب عند فقدها للإلكترون؟ قال لي ما دام الذرة في الأصل كانت متعادلة، يعني عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة، فلما تفقد إلكترون يقل عدد الإلكترونات فتصبح الذرة أيون موجب. فدي الإجابة، لأن عدد البروتونات يصبح أكبر من عدد الإلكترونات السالبة. سؤال تاني بصيغة معاكسة، علل تتحول الذرة لأيون سالب عندما تكتسب إلكترون. معنى أن الذرة هتكتسب إلكترون أي تصبح عدد البروتونات الموجبة أكبر من عدد معناها ان عدد الالكترونات السالبه هتصبح اكبر من عدد البروتونات الموجبه، وبالتالي نقدر نقول في الحاله دي ان الذره بتتشحن شحنه سالبه. ما هي العوامل اللي يتوقف عليها انتقال الالكترون؟ احنا قلنا ان ممكن الذره تفقد او تكتسب، ده بيرتبط بقوة ارتباط الإلكترون بالنواة، زي ما احنا عارفين إن كلما اقترب الإلكترون من النواة يزداد قوة الارتباط، وكلما ابتعد الإلكترون عن النواة يقل قوة الارتباط. يبقى تتوقف انتقال الإلكترون من أو إلى الذرة حسب قوة ارتباط الإلكترونات بالذرة. السؤال هنا، الإلكترونات اللي بتدور بالقرب من النواة بتكون نقط الارتباط، طبعًا احنا قلنا كلما زاد القرب كلما زادت قوة الارتباط، وبالتالي بتكون شديدة الارتباط. وبالتالي يسهل انتزاعها او يصعب انتزاعها؟ هنلاحظ ما دام شديده الارتباط اذا يصعب انتزاعها. الالكترونات اللي بتكون بعيده عن النواه ضعيفه الارتباط، احسنت، بسبب ان هي قريبه جدا او بعيده جدا، وبالتالي بيزداد او بيقل ارتباطها بالنواه، وبالتالي يسهل انتزاع هذه الالكترونات. ماذا يحدث عند دلق القضيب من المطاط بقطعه من الفرو او الصوف؟ قدامنا هنا قضيب من المطاط بهذا الشكل، ودلكناه بقطع من الفراء او قطع من فرو الصوف. هنلاحظ ان انتقال الالكترونات من الفراء الى المطاط، تنتقل الالكترونات من الفراء الى المطاط، فالفراء فقط يشحن بشحنه موجبه، اما المطاط اكتسب فيشحن بشحنه سالبه كما هو موضح عندنا في الشكل. وبالتالي نقدر نقول هنا ان الفرو اتشحن شحنه موجبه، اما المطاط اتشحن شحنه سالبه. علل عند دلك قطع من المطاط بالفرو الصوف يصبح المطاط سالب والشحنه والفرو موجب الشحنه، قلنا بسبب انتقال الالكترونات من الفرو الى المطاط. السؤال الثاني، علل عند دلك قطع من المطاط بالفرو تنتقل الالكترونات من الصوف الى المطاط. طب ليه الالكترونات انتقلت من الصوف الى المطاط؟ اكيد لان قوه ارتباط الالكترونات بالصوف ضعيفه، عشان كده انتقلت من الصوف الى المطاط. يبقى لان قوه ارتباط الالكترونات بالصوف اقل من ارتباط المطاط. سؤال تاني أو عملية تانية، عند دلك القضيب من الزجاج بذلك من الحرير. اللي هيحدث هنا هنلاحظ زي ما احنا شايفين، لما نيجي نشحن ساق أو ندلك ساق الزجاج بقطعة من الحرير، تنتقل الإلكترونات من الزجاج إلى الحرير. من الزجاج إلى الحرير، أي يشحن الزجاج بشحنة موجبة، يعني فقط إلكترونات، أما الحرير اكتسب فيشحن بشحنة سالبة. علل عند دلك قطعة من الزجاج بذلك من الحرير يشحن الزجاج بشحنة موجبة، قلنا بسبب انتقال الإلكترونات من الزجاج إلى الصوف، انتقال الإلكترونات من الزجاج إلى الصوف، بسبب انتقال الإلكترونات من الزجاج إلى الصوف. سؤال تاني، علل عند دلك الزجاج بالحرير تنتقل الإلكترونات من الزجاج. ليه الإلكترونات انتقلت من الزجاج؟ لأن ارتباط الإلكترونات بالزجاج ضعيف، وبالتالي انتقلت من الزجاج إلى الصوف. ومن هنا نقدر نستنتج قانون حفظ بقاء الشحنة، إن الشحنة لا تفنى ولا تستحدث بالعدم، بل تنتقل من مادة إلى أخرى، مما يعني أن الشحنة الكهربائية محفوظة.
بمعنى ان ما دام في ماده فقدت اكيد في ماده تاني اكتسبت، وبالتالي الشحنه ككل محفوظه، عددها ما بيزيدش او ما بيقلش ما دام في عنصر او في ماده فقدت الكترون يبقى في ماده اكتسبت الكترون.